وأيضا في أصول الإيمان التي ذكرنا هم جعلوا أصولا غيرها، جعلوا أصولا غيرها التي هي الأصول الخمسة للمعتزلة، وهي التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يسمون نفي الصفات بالتوحيد، والعدل، ويريدون به نفي القضاء والقدر، لأنهم يقولون هذا هو العدل، فيريدون بالعدل نفي القضاء والقدر، لأن إثباته في زعمهم يلزم عليه الجور والظلم في حق الله. توحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على ولاة الأمور، يسمونها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فالذي يخرج على الولاة هذا هو الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر عندهم. والمنزلة بين المنزلتين، وهذه هي التي خالفوا اعتزلوا من أجلها مجلس الحسن. لما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، أجاب بما عليه أهل السنة والجماعة، لأنه مؤمن ناقص الإيمان، المؤمن ناقص الإيمان فلا يكفر كما تكفره الخوارج، ولا يعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لما أجاب الحسن بهذا الجواب قال، وكان تلميذا له في الأول، كان واصل تلميذا للحسن، قال لا، أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر، بل هو في المنزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فهو بالمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالدا في النار كما تقوله الخوارج، فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين وعرفوا بذلك. فهذا هو محط البحث الآن في القضاء والقدر، في الأصل، في الأصل الثاني وهو العدل، وأما مرتكب الكبيرة فيأتي بعده مباشرة العدل، وهو نفي القضاء والقدر. وهذا غلط فيه المعتزلة والجبرية على طرفي نقيض. فالمعتزلة يقولون إن العبد يستقل بفعله وليس لله فيه قضاء ولا قدر، وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله، الأمر أنف، يقولون أنف يعني مستأنف، لم يقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون ولم يعلمه الله قبل وقوعه، ينفون العلم، هؤلاء غلاتهم، وهؤلاء كفار بلا شك، إذا نفوا العلم فهم كفار، يقولون لا يعلمه الله قبل وقوعه، هؤلاء غلاة القدرية. أما جمهورهم فيقولون يعلمه الله، الله يعلمه ولكنه لم يقدره، وإنما علمه، علم إن هذا سيقع لكنه بدون تقدير منه سبحانه وتعالى، هذا جمهور المعتزلة. شيخ الإسلام في الواسطية يقول إن الصنف الأول وهم الذين ينفون العلم إنهم انقرضوا، أو القائل به منهم قليل في وقت الشيخ، أو انقرضوا. أما جمهورهم فلا يزالون إلى الآن فاقون، يقولون إن الله يعلمه لكن لم يقدره، وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه.
هؤلاء هم القدرية، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، هؤلاء القدرية. فيغلون في أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال العباد، ويقولون إنهم هم الذين يوجدونها بدون أن يقدرها الله عليهم.